وهنا من شمال لبنان أطفال يلعبون الرياضة لمحو آثار الحرب. كيف يمكن أن تحل الكرة مكان البندقية والقنبلة؟ تبدو منطقة جبل محسن في طرابلس هادئة وادعة على عكس ما كان يحصل فيها من اشتباكات مسلحة مع منطقة باب التباني المجاورة لها، وخاصة خلال العام 2008. المنطقة تشهد نشاطات رياضية تستمر عدة أشهر هدفها تشكيل صداقات بين أطفال من منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة لحزب الله وحلفائه، وأطفال من منطقة باب التباني ذات الغالبية السنية المؤيدة لقوى الرابع عشر من آذار. الحمد لله، يعني نحن تحولنا من حمل السلاح للعبة كرة قدم أو للعبة أطفال مميزة على صعيد طرابلس. يعني وجود هالولاد هول هو أكبر رد على الإخوان السياسيين اللي على طول مختلفين ببعضهم وآخر هم عندهم البلد. هذه النشاطات تنظمها جمعية أهلية دنماركية هي جمعية CCPA، ويتم خلالها دمج أعضاء الفرق ببعضهم البعض من أجل بناء الصداقات بين الأطفال من مختلف المذاهب في مختلف الألعاب. الأعمار هي من 8 إلى 14 سنة. نحن برأينا أنه بهالعمر إذا عودنا الطفل أو الولد أنه يلعب أو يمارس رياضة كرة القدم، منكون عم نخليه يتوجه لهواية مفيدة له صحيا وبدنيا وذهنيا. الألعاب موزعة على 12 ملعبا وتغيب عنها الانتماءات المذهبية لتكون الفرحة هي القاسم المشترك بين المشاركين. الرسالة أنه نحن بين بعضنا ما في شيء أبدا، وهذا دليل كبير، يعني أنه لما الأهل بيعطيني أولادهم من كل المناطق على هالمنطقة هيدي، يعني ما في مشكلة أبدا، عرفت كيف؟ والحرب هي فرضت عليهم فرض على الجهتين سواء. الألعاب تشمل أيضا أطفالا فلسطينيين من مخيم نهر البارد الذين يجدون فيها متنفسا ينسيهم لساعات صعوبات العيش في بيوتهم المصنوعة من الحديد. القيمون على هذا المشروع يقولون بأنه لاقى تجاوبا كبيرا من قبل أهالي هؤلاء الأطفال. رسالتهم هي واضحة للجميع، وهي إحلال الكرة مكان القنبلة والقلم مكان البندقية. محمد نون، BBC، طرابلس، شمال لبنان.